كيف يعالج الإنسان الحسد إن هو وقع فيه؟ أولا الإيمان بالقدر. وما معنى الإيمان بالقدر؟ أن تؤمن بأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء، كما أنه قدر الأعمار كذلك قدر الأرزاق، ولذلك كل شيء بقدر، طولك بقدر، قصرك بقدر، لونك بقدر، لونك بقدر، عقلك سواء من حيث الذكاء أو الغباء بقدر، مالك بقدر، كل شيء بقدر. وذكرتنا قبل قليل مهم جدا أن يكون عند كل مسلم نظران، نظر إلى القدر ونظر إلى الشرع. أما النظر إلى القدر فهو الإيمان بكل ما يحصل لك في حياتك، وأن تحمد الله عز وجل على الضراء كما شكرته على السراء. بعض الناس في السراء يشكر الله ويزعم بأن الله راض عنه، لكن إذا ابتلي ما يحمد الله عز وجل، لا، وإنما يكون كما قال الله جل وعلا: من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نسأل الله السلامة. فلذلك من المهم جدا أنك تكون بين هاتين العبادتين، عبادة الشكر وعبادة الصبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الإيمان بالقدر. الثاني الرضا بالقضاء، الرضا بالقضاء، وهذا محل كلام عند أهل العلم من حيث وجوبه وعدم أو عدم وجوبه. والراجح وجوب الرضا بالقدر، بالقضاء، وجوب الرضا بالقضاء، يعني المقضي إذا حصل ترضى وتعلم بأنه من الله، من الله سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة القناعة. القناعة مهمة جدا، ولذلك القناعة في واقع الأمر هي أثر من آثار الإيمان بالقدر. ما معنى القناعة؟ أن تقنع بما آتاك الله، تقنع بما آتاك الله في الأمور المادية، في الأمور المعنوية، وأن تعلم بأنها من الله، وأن الله تعالى لو شاء لجعلك غنيا، ولو شاء لجعلك كذا. وفي عند الترمذي من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: واقنع بما آتاك الله تكن أغنى الناس. القناعة جنة لا يعرفها إلا من تربعت على عرش قلبه. أبدا، القناعة جنة، جنة يعيش فيها هذا القنوع ويتنعم ويتلذذ، ولذلك ليس عنده مثل هذا التطلع والاستشراف إلى ما عند الآخرين، وإنما هو راض بقسمة الله، راض بقدر الله. تجد لسان الحال والمقال نواقف على قنطرة الرضا لله عز وجل. يقول الشافعي: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. والحكم ماذا يقولون؟ القناعة كنز لا يفنى، القناعة كنز لا يفنى. المسألة الأخرى أن تنظر في آثار الحسد، في آثار الحسد، فالحسد له آثار خطيرة في الدنيا ويوم القيامة. أما في الدنيا فكما ذكرنا غم دائم وحزن مستمر ونفس مريضة وتأوهات، من تأوهات مصدور من قلب مريض، ونقمة على الآخرين، وتمني زوال الخير عنهم، واعتراض على قدر الله، وحزن دائم، فهو ظالم في صورة مظلوم، هو يعني في صورة، هو ظالم في صورة مظلوم. الأمر الآخر، ما يكتسبه الإنسان من حسنات فإنها تذهب،
إلى هذا المحسود، فهو قد جمع لنفسه مصيبتين: المصيبة الأولى مرض الحسد، والمصيبة الثانية ذهاب الأجر. لمن يذهب؟ إلى هذا الذي حسده، إلى هذا الذي جعله عدواً ونصبه نداً، فيذهب مع هذا الحسد ويقول: تفضل، هذه حسناتي، هذه حسنة. وأما يوم القيامة فالنار، نسأل الله لنا ولكم السلام. كذلك من الأمور التي ينبغي للإنسان كما ذكرت أن تعيش مع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن أهل العلم والصالحين، تعيش معهم وتقرأ في سير العلماء، تقرأ في سير الأئمة كيف أنهم كانوا يتعاملون مع هذه الأمراض ويحتقرونها ويدفعونها، وتجدهم سبحان الله كأنهم من أغنى الناس وهم فقراء، ومن أعلى الناس درجة، وهم يعني ليس عندهم شيء من الحظوة الاجتماعية والدرجة الاجتماعية. هذا كله مهم سبحان الله. القصص تهذب وتربي، والله جل وعلا قال: فاقصص القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. فسيرة الصحابة والتابعين وسيرة العلماء حقيقة سبب من أسباب، يعني سبب من أسباب تهذيب النفوس، وسبب من أسباب الرضا والقناعة، خاصة القدوات رضي الله عنهم، عن الصحابة ورحم الله السلف الصالح. صلى الله تعالى لنا ولكم التوفيق. نعم.